بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مكملين في الهايبرتنشن. النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الكيديجو جايد لاينز الجديده اللي نزلت 2020، اللي قبل كده كانت 2012. اللي بيتكلم على الكلينيكال براكتس جايد لاين اون بلاد بريشر ميجرمنت ان سي كي دي. في الجايد لاينز الجديده هو عملها في 5 تشابترز، بيتكلم على الاولاني عن البلاد بريشر ميجرمنت، ده مهم ازاي هنقيس البلاد بريشر عشان نعتمد عليه وندي الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز هيبقى عندنا ازاي. الحاجه الثانيه اللي هو اللايف ستايل تريتمنت النون دياليسيس سي كي دي والبلاد بريشر مانجمنت ان نون دياليسيس سي كي دي، يعني شابتر هو معني اساسا بالنون دياليسيس سي كي دي مش الدياليسيس بيشنز. الشابتر الرابع هيكون البلاد بريشر مانجمنت ان كيدني ترانسبلانت ريسيبيانتس، والخامس هيكون في التشيلدرن وذ سي كي دي. بالنسبه لاول شابتر هنتكلم على البلاد بريشر ميجرمنت. البلاد بريشر ميجرمنت احنا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، احنا ممكن نقيس البلاد بريشر في الاوفيس يعني في الكلينيك بالطريقه اللي هي الروتين او الطريقه بيسموها الستاندردايزد، او اوتسايد ذا اوفيس بيبقى غالبا في الهوم، ممكن يبقى في الورك، في الفارماسي، اي مكان بيسموه في ده. غالبا في عندي الامبيولاتري بلاد بريشر مونيتورنج والهوم بلاد بريشر مونيتورنج. الكيديجو جايد لاينز الجديده اعتمدت الستاندردايزد، وبالتالي القراءات اللي احنا هندي عليها تريتمنت هي الستاندردايزد اوفيس بلاد بريشر ميجرمنت. من كلمه ستاندردايزد معناها ان في ستاندردز معينه عشان تو ميجر البلاد بريشر. الستاندردز دي قال لك اول حاجه بالنسبه للبيشنت لازم يبقى هو ريلاكس على الاقل 5 مينتس بيفور ميجرنج ذا بلاد بريشر، يعني يجي يقعد على التشير بتاعه ريلاكسد 5 مينتس على الاقل، ويكون الفيت اون ذا جراوند نوت كروسنج، ويكون الباك سبورتد. ده كده ريلاكسيشن 5 مينتس اتليست. الحاجه الثانيه افويد الكافيين زي الكوفي، الشاي، السموكينج، النيكوتين، اي اكسرسايز على الاقل 30 مينتس بيفور ميجرنج البلد بريشر. يبقى هو فور هنا فور 30 مينتس، وهنا كانت 5 مينتس على الاقل، وهنا على الاقل. الحاجه الثالثه تو امتي هيز بلادر بيفور ميجرنج البلد بريشر، يعني قبل ما يجي يخش عشان اقيس البلد بريشر لازم يكون امتي البلادر. ليه؟ لان الفول بلادر بتزود البلد بريشر. اثناء الريلاكس تايم والريست تايم 5 مينتس نو توكينج، يعني لا البيشنت بيتكلم ولا احنا بنكلم البلاد بريشر واحنا بنقيس له البلاد بريشر. دي نقطه مهمه. تاني حاجه ان ريموف كلوثينج، يبقى الارم بيرد تماما وانا بقيس، ما بقيسش فوق الملابس نفسها. ده كده الحاجات دي عشان اقول ان ده ستاندردايزد. الحاجه الثانيه بالنسبه للتكنيك، الجهاز اللي احنا بنستخدمه، احنا قلنا يا اما هنستخدم الطريقه المانيوال اللي هي اوسكالتاتوري، يا اما هنستخدم الطريقه اللي هي اوسيلومتريك. فلازم اتاكد ان السفيجمانومتر نفسه كاليبريتد حسب المانيفاكتشر بتاعي. طيب احنا بنفضل انهي طريقه؟ بنفضل الاوسيلومتريك طبعا عشان حاجات معينه. انه رقم واحد انه احيانا الاوسكالتيشن لو الشخص اللي بيقيس عنده مشكله في الهيرنج شويه بيدي قراءات مش مظبوط، الديفليشن وانا بقيس البلد بريشر ممكن ما بقاش متحكم فيه، المفروض ان هو يبقى 2 مليمتر مركوري بير سكند. الاوسيلومتريك بيبقى افضل لما بيكون البيشنت عنده اي اف، في الطريقه الاوسكالتاتوري ما بيديش قراءات مظبوطه قوي، لكن هنا في الاوسيلومتريك بيبقى احسن. الحاجه الثانيه انه انا مش 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 قلقان من موضوع الديفليشن ريت قد ايه، بدي زمن، بس عيبه انه الكوست بتاعه عالي ودايما بيحتاج ايه الكتريك باور سبلاي جامده عشان دايما ايه نشعله. بعد الكالبريشن ان احنا دايما الارم اوف ذا بيشنت لازم يبقى سبورتد، يعني ما يقيش البيشنت حاطط مد دراعه كده وبقيس له بلاد بريشر، لا لازم يبقى سبورتد. سبورتد ات ذا ليفل اوف ذا رايت اترم، يعني تقريبا على الميد لاين اوف ذا سترنم. فدي النقطه دي مهمه جدا. بعد كده الكاف بوزيشن لازم يبقى سنترلايزد، يعني المكان اللي بيجي منه البلادر نفسه تبقى سنترلايزد فوق الكيوبيتال فوسا، والسايز زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت لازم يبقى بروبر، يعني انه حسب الارم اوف سيركمفرنس اوف ذا بيشنت، فالبلادر بتغطي على الاقل 80% اوف ذا ارم سيركمفرنس. ولو هستخدم الاستيثوسكوب قال لك مش هتفرق ان اذا كنا هنستخدم الدايفرام او البل، لكن بيبقى على الاقل الكف بيبقى فوق الكيوبيتال فوسا بحوالي 1 انش اتليست، دي بحوالي 2.5 سم عشان احط عليها الاستيثوسكوب. ده بالنسبه للتكنيك.
الميجرمنت اذا كان في اول زياره البيشنت لازم باخد بقيس في تو ارمز خلاص، ولو لقيت ان في واحد اعلى من التاني هنعتمد على القراءه الاعلى، ويبقى نفس الارم ده هو اللي بقيس بينه البلد بريشر في كل زياره بعد كده. لو انا هقيس اكتر من مره بدي ريست ما بين كل ريدنج والتانيه على الاقل من دقيقه الى دقيقتين. واذا كنا هنستخدم الاوسكالتاتوري ميثود لازم بحس السيستوليك بريشر بالبالبيشن وبرفع فوقيه حوالي 20 تو 30 ملم ميركوري، وبعد انزل بريت 2 ملم ميركوري بير سكند. يفضل دايما في قراءاتنا ان احنا في اول مره خالص ان احنا ناخد اكتر من 2 ميجرز اور مور في 2 اوكيجنز مختلفين وناخد الافريج بتاعتهم، ويبقى كده هو ده البلد بريشر اللي احنا هنعتمد عليه. يبقى دي الستاندردز اللي احنا هنستخدمها في الاوفيس، وعشان كده هيبقى اسمه الاوفيس او الستاندردايزد اوفيس بلد بريشر ميجرمنت، وده اللي الكيديجو 2020 اعتمدت عليه، وهندي على اساسه تريتمنت وعلى اساسه هنحدد التارجت اوف ذا بلد بريشر اللي هنتعامل معاه. الاوسيلومتريك زي ما قلنا ان مميزاته وعيوبه، لكن في كمان الاوسيلومتريك من مميزاته ان احنا ممكن يبقى بروجرامد، يعني انا ممكن البيشنت نفسه يقعد في غرفه، الممرضه تحط الكف وتسيبه هو يبقى بروجرامد ان بعد 5 مينيت، بعد مثلا 5 مينيتس من الريست يبتدي هو يقيس. الحاجه الثانيه انه ممكن ياخد مالتيبل ريدنجز ويديني هو الافريج. الحاجه الثالثه اللي هو ممكن يبقى ان اتندد ميجرمنت، يعني البيشنت انا هسيبه في الروم اوف ميجرمنت وحتى النيرس نفسها مش موجوده، فيبقى اسمه ان اتندد، وده بيقلل الاسترس على البيشنت والانكزايتي فيديني قراءات مور اكيوريت. طيب احنا ليه ما بنستخدمش الروتين العادي للبيشنت زي ما بنعمل كده بالبشر، البيشنت يجي يقعد ونقيس له البشر على طول؟ الروتين دوت بيبقى دايما بيديني قراءات اعلى، وبالتالي انا هدي عندي هايبرتنسيف ميديكيشنز اساس على اساسها، فممكن يخش في اوفر تريتمنت ويخش في هايبوتنشن. طيب هل في كوركتنج فاكتور مثلا ان احنا نحول الروتين الى ستاندردايز؟ لا مفيش حاجه زي كده، فبالتالي انا هعتمد على الستاندردايزد. بس مشكله الستاندردايزد هنا انه هيبقى في بيردن نفسه على البيشنت نفسه، البيشنت هيجي لازم يقعد وقت اطول، هيبقى بيردن على النيرس اللي هتبتدي لازم البيشنت يقعد وتدي له البريكوشنز وتدي له فتره ريستو، كل الكلام ده هيبقى بيردن على الستاف كمان، الكلام ده هياخد مننا تايم في الاو بي دي، ممكن لو الدنيا زحمه كراودد بتبقى في مشكله، محتاج سبيس عشان نخليه نقيس البلد بريشر، محتاج كوايت انفايرمنت عشان يدينا قراءات مظبوطه. ده البيردن او مشاكل الايه الستاندردايزد اللي بتقابلنا، لكن مع كل الكلام دوت هيكون كوست افكتيف. ليه؟ لان انت هتبتدي تدي تريتمنت على 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 قراءات مظبوطه، مش هيخش في هايبوتنسيف، مش هيخش في مشاكل تاني، فبالتالي اجماليا هو هيكون كوست افكتيف مع العيوب دي. طيب في حاجات كده معينه لازم نعرفها واحنا بنقيس البلد بريشر. احنا طبعا اعتمدنا الكيديجو جايد لاينز الجديده، اعتمدت الستاندردايزد اوفيس بلد بريشر ميجرمنت هو اللي هنعتمد عليه في التارجت اللي احنا عايزين نحدده، واديته 1 بي اللي هو الستاندردايزد اوفيس. طيب هل الاوت اوف ذا اوفيس اللي احنا قلنا عليه امبيولاتري بلد بريشر ميجرمنت او هوم بلد بريشر ميجرمنت ممكن نستخدمه؟ قالت لك وي سجست ان احنا نستخدمه تو كومبلمنت الستاندردايزد اوفيس بلد بريشر ميجرمنت، واديته 2 بي. كومبلمنت هنعمله زي ايه؟ يعني هنعمل ايه؟ قال لك اول حاجه انا هشوف البيشنت ده هو على انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز ولا لا. اذا ما كانش لسه على انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز احنا هنقيسه في الاوفيس خلاص، ونقيسه اوتسايد ذا اوفيس في الهوم مثلا بي هوم بلد بريشر مونيتورنج او امبيولاتري. فهنا هنقول اذا كان البلد بريشر عالي يس او مش عالي يبقى نو، يبقى هنا نو وهنا يس. فلو جيت لقينا ان البلد بريشر ات اوفيس نورمال وات هوم نورمال يبقى ده خلاص، يبقى ده نورموتنسيف. خلاص؟ لكن لو لقيته انه في الاوفيس عالي وفي ات هوم عالي خلاص يبقى ده سستيند هايبرتنشن. خلاص؟ في البيت وفي الاوفيس عالي. طيب لو لقيته انه في الاوفيس عالي لكنه في الاوت اوف ذا اوفيس نورمال يبقى ده هنقول عليه وايت كوت هايبرتنشن. خلاص؟
طيب لو لقينا العكس ان هو عالي اوتسايد ذا اوفيس ونورمال عندي في الاوفيس، يبقى ده هنقول عليه ماسكد هايبرتنشن. خلاص، يبقى انا دلوقتي عندي نورمال في الاوفيس واوتسايد ذا اوفيس يبقى نورمال تنسف، عالي في الاوفيس واوتسايد ذا اوفيس يبقى ده هنقول عليه ان هو ساستيند. عالي عندي في الاوفيس وهنا نورمال يبقى اسمه وايت كوت هايبرتنشن، لكن عندي هنا نورمال وهنا عالي يبقى ماسكد هايبرتنشن. طيب ده اذا كان بيشت نوت تيكينج انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز. طب اذا كان بياخد هو اوريدي على انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز، نشوف هيبقى هنا برضو يس ونورمال وهنا نورمال او نو ويس. طيب جيت لقيته ان هو كنترولد في الاوفيس و او نورمال، يعني نورمال بلاد بريشر في الاوفيس ونورمال اوتسايد اوفيس على الميديكيشنز، يبقى في الحاله دي هنسميه كنترولد. يبقى ده كنترولد هايبرتنشن. طيب لو لقيته انه لسه ستيل هاي في الاوفيس وهاي في الاوتسايد ذا اوفيس، يبقى في الحاله دي هنسميه ايه؟ ساستيند انكنترولد. يبقى ساستيند انكنترولد. طب لقيته عندي عالي في الاوفيس وكنترولد في ات هوم، يبقى في الحاله دي هنسميه وايت كوت افكت. تمام، يبقى هنا اسمه وايت كوت هايبرتنشن. هو هنا مش بياخد تريتمنت، لكن هنا بياخد تريتمنت بس لسه عندي عالي في الاوفيس لكن في البيت اوكي، يبقى اسمه وايت كوت افكت. طيب لقيته انه العكس، هو عالي ات هوم ونورمال في الاوفيس، يبقى في الحاله دي هنسميه ايه؟ ساستيند كنترولد. ساستيند كنترولد. يبقى دي بس ايه الحاجات الديفينيشنز اللي احنا نبقى عارفينها لما بقيسه بالستاندردايزد اوفيس ميجرمنت وبالاوت اوف ذا اوفيس ميجرمنت. طيب ده هيكون كومبلمنتري لي والكديجو قالت هنديله 2 بي. طيب ده قال لك احنا بالنسبه اللي هو هيفرق معانا هنا ايه؟ الهوايت كوت هايبرتنشن والماسكد هايبرتنشن والهوايت كوت افكت والساستيند انكنترولد. قال لك الاربعه دول بيبقى كومن قوي عندنا في السي كي دي بيشنز. خلاص؟ طيب قال لك الماسكد والساستيند انكنترولد بيكملوا حوالي من 9 الى 30% من البيشنتس بيكونوا عندهم الموضوع ده. طيب هل دي ليهم ريسك؟ يعني انا دلوقتي الماسكد هنا ادي له تريتمنت، وهل الساستيند انكنترولد ده يعني نزود تو انتنسيفاي تريتمنت؟ قال لك حط ده كونسيدر في الاعتبار، لان هنا بيبقوا هم الريسك بتاع الكارديو فاسكولار ايفنتس اعلى والمورتاليتي اعلى. طيب الهوايت كوت افكت ليه افكت؟ قال لك ملوش ريسك، خلاص ويل نيجلكت. طب وبالنسبه للهوايت كوت هايبرتنشن؟ قال لك ليه مودست ريسك، لكن هل تو انيشيت او تو انتنسيفاي تريتمنت هنا؟ قال لك ما عنديش ستاديز ليها ايفيدنس في الموضوع دوت، فلكن هنبقى ايه كلوز اوبزرفيشن للبيشنت دول. طيب احنا كل الراندومايز كنترولد ستاديز والنتائج بتاعتها كان بتعتمد على الستاندردايزد اوفيس بلاد بريشر، وعشان كده الكديجو جايد لاينز الاخيره دي 2 بي، وده اللي هنعتمد عليه وندي نحدد التارجت اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه. الشابتر الثاني في المانجمنت كان بيتكلم على اللايف ستايل تريتمنت ان نون داليسيس بيشنتس. احنا دايما نركز ان احنا بنتكلم على النون داليسيس بيشنتس مش الداليسيس بيشنتس. فقال لك اول حاجه هنعمل صوديوم ريستريكشن لاقل من 2 جرام بير داي، ال 2 جرام تقريبا 90 ملي مول بير داي، ال 2 جرام دول يساوي تقريبا تي سبون، وده واخد كاتيجوري 2 سي. طبعا الكلام ده نوت ابلايد للناس اللي هم عندهم صوديوم قليل، مثلا سولت لوسنج نفرابثي، يعني انا هعمل ريستريكشن بس للسي كي دي، لكن الناس اللي عندهم سولت لوسنج نفرابثي مش هعمل سولت طبعا ريستريكشن. طيب في طبعا لما بنقلل السولت ده ليه بنفيتس كتير، انه بيقلل بلاد بريشر،
بيقلل الهايبرتنشن وبالتالي بيقلل الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز. وكمان احنا قلنا قبل كده يمكن في محاضره الدايبيتس السولت ريستريكشن بيزود الايفكت بتاع الاي سي انهبيتورز والاي ار بي كريس بلوكر عموما انه بيزود الايفكت بتاعهم كانتي هايبرتنسيف وكانتي بروتونوريك. فالسولت ريستريكشن مهم جدا. طيب احيانا لكن مشكلته انه بيخلي اللي بيقلل التيست بتاع الفود بيخليه امبلاتابل، وعشان كده احيانا يلجأوا الى بعض السبستيتيوتد سولت اللي هي غالبا بتكون فيها بوتاسيوم عشان يدي طعم للاكل. لكن مشكلتنا هنا البوتاسيوم، وبالتالي لازم نبقى كوشس او احنا بنديه في حالات الادفانسد سي كي دي عشان الهايبركاليميا او اي حاجه تانية تعمل هايبركاليميا او ميديكيشنز مثلا بياخد تعمل هايبركاليميا زي الراس بلوكرز مثلا الدوستيرون انتاجونست، كل الحاجات دي نحطها في الاعتبار. او يكون البيشنت عنده هايبو رينيميك هايبو الدوستيرونيزم زي مثلا الار تي اي تايب 4، ففي الحاله البوتاسيوم هنا مش هيكون جود اوبشن. طبعا هو الاوبزرفيشنال ستاديز قالت انه اللو بوتاسيوم دايت جينري هو بيقلل الهايبرتنشن، البوتاسيوم العالي في الاكل بيقلل الهايبرتنشن، ولكن انا ما عنديش ستاديز هنا نقدر نعتمد عليها في السي كي دي، لكن لازم نبقى كوشس قوي في البيشنتس دول. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الفيزيكال اكتيفيتي، احنا قلنا يمكن برضو في محاضره دايبيتس قبل كده ان احنا بينصح بمودريت انتنسيتي فيزيكال اكتيفيتي. مودريت يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي هو زي البريسك ووكينج، زي البايكينج يركب بايسكل، السويمينج المعتدل اللي مش عنيف، دي كلها حاجات بنقول عليها مودريت فيزيكال اكتيفيتي، وهو مديها هنا برضو كاتيجوري 2 سي. الفيزيكال اكتيفيتي بتقلل البلاد بريشر، بتحسن الشوجر، بتحسن المود، بتحسن الفيزيكال فيتنس، وبالتالي دي من الحاجات المهمه جدا. فالديوريشن قال لك ان احنا بندي حوالي اتليست 150 مينت كاميوليتيف بير ويك، يعني اجمالي خلال اسبوع على الاقل 150 دقيقه. طبعا الكلام ده اللي هو بينصح بيه في الناس اللي هم اوكي، لكن بنحط طبعا في الاعتبار حاجات ثانيه، الفاسكولار توليرنس اوف ذا بيشنت، ما يكونش عن كاردياكو مثلا وكرونيك هارت وكروناري هارت، يعني كروناري هارت ديزيز او هارت فيلير، او البيشنت فيزيكالي مش فيت ان هو يقدر، واقول له اصر على ال 150. ففي الحاله دي بنبقى individualize الموضوع للpatients حسب الفيتنس بتاعه وحسب الكارديوفاسكولار status، ونحط دائما في الاعتبار ان في risk of falls، يعني الناس الكبار اللي عندهم مشاكل، عندهم osteoporosis، الحركة بتاعتهم ضعيفة، ان ممكن انا لما اصر على physical activity ممكن يبقى injurious falls هنا نسبة كبيرة، وبالتالي physical activity هنبقى to individualize، ده هيكون احسن بكتير. طبعا في حاجات ادرز الكديجو ما ادهاش جريدنج معينه، انه احنا لكن معروف الايفكت بتاعها ان احنا بنقلل الويت في الناس الاوبيز او الاوفر ويتد، ونقلل الالكوهول انتيك بيكون ليهم طبعا ايفكت، وده من اللايف ستايل تشينجز. نيجي للشابتر الثالث بعد كده اللي هو المانجمنت النون دايليسيس سي كي دي بيشنتس وذ اور وذاوت دايابيتس. الشابتر ده مهم جدا وفي تغيرات كتير عن الكديجو جايد لاينز 2012. رقم واحد التارجت بتاعي هو هيكون يعتمد على السيستوليك بلاد بريشر يكون less than 120. احنا قبل كده كنا بنقول less than 140، واذا كان دايبيتك او البومنوريك يبقى less than 120، دلوقتي ما فيش الكلام ده، هو كله less than 120. بقيسه بايه؟ بقيسه بالستاندردايزد اوفيس بلاد بريشر ميجرمنت، خلاص دي مهمه جدا، يعني less than 120 بالستاندردايزد اوفيس بلاد بريشر. لو هقيسه بروتين يبقى الكلام ده not applied، خلاص، لان هيبقى في اوفر تريتمنت والبيشنت هيخش في هايبوتنشن. يبقى هيبقى السيستوليك بلاد بريشر ليس ذان 120 بالستاندردايزد اوفيس ميجرمنت، لكن الكلام ده ابلايد لمين؟ للنون دايليسيس بيشنت، لكن نوت ابلايد للدايليسيس بيشنت او للترانسبلانت بيشنت. طيب احنا بنقول هنا سيستوليك اقل من 120، طب والدايستوليك؟ قال لك نوت منشند خالص هنا، قال لك ما فيش حاجه اسمها دايستوليك. ليه؟ لان كل معظم الستاديز الكبيره اللي اتعملت كانت بتعتمد على الستاندردايزد اوفيس بلاد بريشر وعلى السيستوليك، فما فيش استاذ معين تبقى ليها علاقه بالدايستوليك، وبالتالي هو ما ذكرش الدايستوليك. ده رقم واحد. رقم اثنين انه قال لك لما بنقل السيستوليك عن 120 في البيشنت بتوع السي كي دي اللي غالبا بيبقى عندهم اثروسكلوزز وايت بالس بريشر، فبالضروره الدايستوليك هيقل جامد، هيكون تحت ال 70 غالبا. طيب لا، الكلام ده less certain في بعض الحالات، يعني هم مش متأكدين. يعني ايه؟ قال لك الناس اللي هم advanced CKD stage 4 و5، الناس الدايابيتك،
الناس اللي هم البلد بريشر بتاعهم اليفيتد شويه من 120 ل 129 هيبقى الكلام ده ابلايد ولا لا؟ لان هو الاستاديز اللي اتعملت اساسا وخصوصا اللي هي السبرنت ستادي هي كانت بتقارن الناس اللي هم انتنسيف كنترول اللي هو ليس ذان 120 بالناس اللي هم الستاندرد كنترول 140. فبالتالي الكاتيجوري بتاع 120 ل 129 مش معروف، فبيبقى هنا الكلام بيقول لك ليس سيرتن في الجروبس دي. طيب الدايستوليك بلاد بريشر انت ما جبتوش يعني، لكن لو قل مني جامد نزل مثلا عن 50 خصوصا في الناس اللي عندهم كورونري هارت ديزيز، واحنا قلنا الكورونري بيرفيوجن بيعتمد ميليا على الدايستوليك بلاد بريشر، الكلام برضو ما بي انسرتن هنا. طيب الناس اللي هم كبار قوي في السن اللي هم فوق 85 او الناس اللي هم الصغيرين اقل من 50 وما عندهمش ريسك فاكتورز كتير، او الناس اللي عندهم وايت كوت هايبرتنشن برضو هتخليه اقل من 120، قال لك الكلام ده انسرتن، لكن هو جنرالي حتى مع الناس دولت احنا هنعتبر على كده. ليه؟ لانه لقوا دايما ان البينيفيتس اوت ويتس الهارم. يعني انا هيبقى عندي بينيفيتس ان انا انزل على 120 هيبقى في بينيفيتس وفي هارمز. البينيفيتس ايه؟ قال لك لقوا الكارديو فاسكولار اوت كومز كلها بتقل، يعني كل الكارديو فاسكولار ايفنتس بتقل، وبالتالي هنا ده هتبقى ميزه. الحاجه الثانيه الكيدني اوت كومز بتتحسن، سواء هو يعتبرها كان بيقيسها اللي هو الدبلنج اوف سيرام كرياتينين او الجي اف ار يقل اكتر من 50% او العيان يوصل اند ستيج، فلقوا ان الكيدني اوت كومز هنا بيتحسن. خلاص. طيب المورتاليتي بتبقى اقل كتير في الناس اللي هم اقل من 120 بالمقارنه بالناس اللي ايه اقل من 140، وبالتالي البينيفيتس دي كلها اوت ويت الهارمز اللي هي الادفيرس افكتس اللي ممكن تكون كلينيكالي. انا لما بنزل البلد بريشر اللي تحت 120 شخص معرض انه يجي له هايبوتنشن او بوستشر هايبوتنشن او يجي له سنكوب او انجوريوس فولز، لكن لما قارنوا حتى الحاجات دي بالناس اللي هم الستاندرد كنترول اللي هو ليس ذان 140 في السبرنت ستادي قال لك انه ما كانش فيه سيجنيفيكانت ديفرنس، وبالتالي مش قلقان انا من الكلينيكال. طيب الحاجه الثانيه انت عشان تنزل لاقل من 120 معنى كده غالبا انك هتحتاج انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز اكتر، فانت هتستخدم انتي هايبرتنسيف اكتر، فممكن تستخدم دايريتكس اكتر فتبقى معرض البيشنت يجي له هايبوكاليميا، او دراجز ثانيه زي الاي سي انهبيتورز او بوتاسيوم سبيرنج انتي دايريتكس فيبقى معرض لهايبركاليميا، دي برضو من الايه من الهارمز. الحاجات الثانيه انه البيشنتس برضو لما تنزل بيشنت ضغطه من تحت ال 120 ممكن يخش في اي كي اي، لكن ده قال لك انه بيبقى اكتر في الناس الادفانسد سي كي دي يعني ستيج 5 مثلا او 4، والناس اللي هم كبار او في السن ممكن معرضين للاي كي اي اكتر، لكن قال لك دي نسبه مش كبيره يمكن ليس ذان 4% وانها غالبا بتبقى مايلد وريفرسبل. الحاجه الثانيه انت عشان تبقى عامل انتنسيف كنترول هتحتاج انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز، فبتزود البردن بتاع الدراجز والنمبر بتاعهم. فمثلا في السبرنت ستادي قال لك انه بيحتاجوا حوالي 3 ميديسنز، لكن الستاندرد كان بيحتاجوا 2 ميديسن بس في الافريج، فده البوليمر فارماسي، وده يبقى ليه علاقه بالاديرنس، البيشنت ممكن ما يبقاش كومبلاينت، لكن هنا قال لك ان احنا هنعتمد دايما اكتر على الكومبلاينت بيلز اللي بيبقى 2 اور 3 ميد انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز ان وان بيل، وبالتالي يقلل المشكله دي. لكن لما نقارن الهارمز بالنسبه للبينفيتس لا البينفيتس اوت ويتس ذا هارمز، وبالتالي هم اعتمدوا السيستوليك بلاد بريشر ليس ذان 120، لكن نتاكد اللي هو بستاندردايزد اوفيس مش بالروتين بلاد بريشر ميجرمنت ونوت ابلايد للدياليسيس ولا الترانسبلانتيشن. طيب احنا دلوقتي عرفنا التارجت بتاعنا سيستوليك اقل من 120، طيب ويتش دراج تو يوز؟ احنا عندنا انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز كتير، مين اللي نستخدمه في الانيشال تريتمنت؟ احنا عندنا دايما السي كي دي بيحتاجوا مالتيبل دراجز، لكن انا لو هبتدي بواحد منهم ويكون افكتيف وليه بينفيتس كارديو فاسكولار ومورتاليتي وك رينال اوت كم، قال لك اول حاجه هنبتدي فيها هو الراس انهبيتورز سواء كان اي سي انهبيتورز او الاي ار بي. قال لك الايفيدنس بتاعه قوي اكتر في الناس اللي هم عندهم دايابيتس او عندهم البومنوريا مديهم 1 بي، لكن الناس اللي هم نون دايابيتيك او نون البومنوريا واخد 2 سي ان هو يكون ليه افضليه، وبالتالي هو الراس انهبيتورز هو الفيرست جروب اوف تشويس. لكن محتاجين طبعا ان احنا نعمل مونيتورنج للبوتاسيوم لان احنا هيزود البوتاسيوم خصوصا الناس اللي هم الستيجز اعلى او بياخدوا كونكومتنت ميديكيشنز ثانيه ترفع البوتاسيوم، فده طبعا لو انا بديته لازم في خلال اول اسبوعين لاربعه اعمل مونيتورنج واشوف البوتاسيوم ثاني وابتدي اعمل ادجستمنت. طيب لو لقينا البوتاسيوم عالي نقلل الدوز
ولا ندي انتي هايبر كليميك؟ لا، بندي انتي هايبر كليميك عشان نستفيد من الافكت بتاع الراس انهبيتورز كرينال بروتكتيف وكارديو بروتكتيف، فاحنا بنعمل كنترول بانتي هايبر كليميك ميجرز. لكن لو مش قادر اعمل كنترول في الحاله دي ممكن نبتدي نقلل الدوز او حتى نوقفه خالص. الحاجه الثانيه الكرياتينين، الكرياتينين نعمل مونيتورنج لان ممكن يزيد، لو طبعا زاد عن 30% يبقى نشك في رينال ارتري ستنوزس وانفستيجيت للموضوع ده. لكن متوقع طبعا الجي اف ار يقل ماكسيمم في حدود 30، وطبعا هنعمل مونيتورنج للباد بريشر عشان ما يخشش مننا في هايبوتنشن او يجي له بوستر هايبوتنشن في بعض الناس. طب لو لقيت ان الباد بريشر ابتدى يقل نوقف او نقلل الدوز؟ قال لك ناخد بالنا الاول، لو هو بياخد انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز ثانيه نقلل من الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز الثانيه قبل ما ابتدي اقلل الراس انهبيتورز عشان استفيد من الافكت بتاعه. طيب لكن في حالات معينه احنا ممكن نبتدي نوقف خالص الراس انهبيتورز في اللي هو ادفانس سي كي دي، البيشنت خلاص وصل انه ستيج 5 وانا عايز اعمل له بريباريشن للرينال ريبليسمنت ثيرابي، فبالتالي استمراره على الراس انهبيتورز ممكن يدخله يقلل جي اف ار جامد قوي وكمان يزود البوتاسيوم، فانا في الحاله دي ممكن اوقفه على اساس ان انا بحضر البيشنت لرينال ريبليسمنت ثيرابي سواء كان ترانسبلانتيشن او داليسيس، ففي الحاله دي ينصح ان احنا نوقف. طيب ايه تاني من الدراجز اللي احنا ممكن نستخدمها؟ احنا قلنا اللي هو الراس انهبيتورز، اي سي انهبيتورز او اي ار بي، خلاص ده الدراج اوف تشويس كانيشيشن. لكن هل المينرالو كورتيكويد ريسبتور انتاجونست زي السبيرانولاكتون والابلرينون ممكن نستخدمهم؟ ممكن طبعا، لكن خصوصا ليهم بنفيت في ريزيستنت هايبرتنشن وانهم كمان ليهم انتي البومينورك افكت، لكن طبعا مشاكلهم ان هو ممكن يزود لي البوتاسيوم وما بيكونش افكتيف تحت جي اف ار 45. طيب بعد كده هل طب ممكن نستخدم كومبانيشن من الراس انهبيتورز، نستخدم مثلا اي سي انهبيتورز اي ار بي او حتى دايركت رينال انهبيتورز نعمل كومبانيشن بينهم؟ طبعا اشهر استدي هنا كانت اللي هو ال اون تارجت وكمان الالتيتيود، يمكن اتكلمنا عليهم في محاضرات الدايابيتس. قال لك الكيديجو جايد لاينز قال لك ان الهارنس بتاعتهم اكتر من البنفيتس، وبالتالي هي قالت نوت ريكومندد، ودت للنون ريكومنديشن ده 1 بي. الحاجه الرابعه، طيب هل ممكن نستخدم الراس انهبيتورز مع المينرالو كورتيكويد ريسبتور انتاجونست؟ قال لك الموضوع ده هيبقى فيه ريسك هايبركاليميا اكتر وان الجي اف ار هيقل اكتر، لكن احنا الداتا في السي كي دي ليميتد وبالتالي ما فيش حد بينصح بحاجه في الموضوع ده. لكن اون جوينج دلوقتي في تو ستاديز كبار، واحده اسمها فيجارو والتانيه اسمها فيديليو، بتشتغل على الموضوع ده انه على مينرال كورتيكويد ريسبتور انتاجونست جديد اسمه فاينيرينون، بيعمل كومبانيشن مع الاي سنترز او الاي ار بي وبيشوفوا الكارديو فاسكولار والكيدني اوت كام، لكن لسه الريزلتس بتاعتهم لسه ما ظهرتش، وبالتالي احنا منتظرين الموضوع ده. نيجي للشابتر الرابع من الكيديجو جايد لاينز 2020، المانجمنت اوف بلاد بريشر او هايبرتنشن ان ترانسبلانتد بيشنت. التارجت هنا قال لك التارجت هيختلف عن الناس اللي هم السي كي دي 9 داليسيس، هنقول ان هو ليس ذان 130/80، يبقى هو عيلي هنا بدل 120 خلاها 130 وهنا حدد الدايستول، مش زي النون سي كي دي نون دايستول سي كي دي بيشنز. طب ليه؟ قال لك لانه الداتا اللي عندنا هي ليميتد، يعني ما عندناش حاجه ستاديز عملت على اقل من 120، وبالتالي هو اعتمد على زي الكيديجو جايد لاينز القديمه على 130/80، وزيه كده زي هيبقى زي الامريكان هارت اسوشيشن مع الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي يعتمدوا على 130/80، يبقى ده الفرق بينه وبين السي كي دي 9 داليسيس. وطبعا زي ما قلنا ده بيعتمد على ستاندردايزد اوفيس بلاد بريشر، وبالتالي لو احنا بنقيس بالروتين يبقى ده مش ابلايد. طيب النقطه الثانيه، ايه الانيشال ريكومنديشن؟ احنا في السي كي دي قلنا هنبتدي باي سي انهبيتورز او اي ار بي، في ترانسبلانتد قال لك لا هنبتدي بالداي هيدروباردين كالسيوم تشانل بلوكرز او الاي ار بي، داي هيدرو بايبدين زي اللي هو الاملوديبين وزي النيفيديبين او الاي ار بي، واداهم كاتيجوري 1 سي ايفيدنس قوي. طب اشمعنى الاثنين دول؟ قال لك لانه ثبت انه الاثنين دول بيقللوا الجرافت لوس، خلاص بيقللوا الجرافت لوس لما بنقارنه باي ادوه ثانيه او بالبلاسيبو، وبالتالي ده هو الاساسي الكونسرن اوف ذا بيشنت. البيشنت دايما الكونسرن بيعتمد على
الكواليتي اوف لايف مش الكوانتيتي، هو ما يهمه جدا الجرافت اكتر من اي حاجه تانية. وبالتالي هو قال لك ان هو بيقلل الجرافت لوس. طيب هل ما قارن بادويه تانية؟ قال لك كارديو فاسكولار ايفنتس ومورتاليتي ما فيش ديفرنس، لكن كجرافت لوس ليه افكت بنفيت. طب بقيه الدراجز الثانيه زي الاي سي انهبيتورز، الفا بلوكرز، بيتا بلوكرز، مينرالو كورتيكويد ريسبتور انتاجونست، قال لك ملهاش بنفيتس سواء كان كجرافت لوس او كارديو فاسكولار ايفنتس او مورتاليتي، انا بقارنه بالبلاسيبو. لكن ما مش هتفرق. لكن انا عشان ابتدي هبتدي بمين؟ بدايهيدروبرادين كالسيوم شان بلوكر او اي ار بي، عشان ده ليهم ايفيدنس انه بيقلل الجرافت لوس. طيب احنا قلنا ده او ده، طب مين احسن؟ قالك حسب البيشنت. يعني ممكن البيشنت يكون جاي اوفرلودد اصلا ومحتاج دايوريتكس قبل ما ابتدي الاثنين دول. لكن لو انا هقارن بينهم شوف حاله البيشنت نفسه. فاذا كان مثلا البيشنت عنده البومنوريا، في الحاله دي افضل ان انا اشتغل ابتدي باي ار بي عشان ليه انتي بروتونوريك افكت. لو بيشنت مثلا انها بريجننت او ناويه انها تبقى بريجننت، يبقى الاي ار بي مش هيكون جود اوبشن، فهنبتدي بالايه؟ بالداي هيدروبيرادين كالسيوم شانل بلوكر. الناس اللي هو لسه ترانسبلانتد ولسه انيشيالي في الاول ولسه الجرافت لسه الفانكشن لسه مش كويسه قوي، ففي الحاله دي ما ينفعش ان انا ادي اي ار بي ويزود لي الكرياتينين وابقى انا مش عارف الجرافت ديس فانكشن، ده ممكن يكون ريجكشن، ممكن يكون حاجه. ففي بدايه الترانسبلانتيشن يفضل ان احنا نبتدي بالداي هيدروبرادين كالسيوم شانل بلوكر. فطبعا دي الـ ده بالنسبه للهايبرتنشن، سوري الترانسبلانتيشن، ان هو ليس دان 130 80، هنا 130 مش 120، وهنا حدد كمان ده دول، ده يعتمد على الاستاديز اللي موجوده وليها ايفيدنس. ما عنديش استاديز كتير جديده على 120 عشان ابتدي فاعتمدها، وبالتالي احنا هنمشي على الجايد لاينز القديمه اللي هي 2012. الشابتر الخامس هو المانجمنت اوف هايبرتنشن ان سي كي دي ان تشيلدرن والسي كي دي. طبعا ده لا يعنينا كان في ادلت نيفرولوجي، لكن عشان نبقى بس عارفين ان التارجت هنا بيختلف شويه، انه بيكون بيعتمد على المين ارتيريال بلاد بريشر، وان احنا بنقيسه بالامبيولاتري بلاد بريشر. بيعتمد طبعا ان احنا بنخليه اقل من 50th percentile for age و sex و height، وده واخد ايه كاتيجوري 2C. والانيشيشن هنا بيكون غالبا بالاي سي انهبيتورز او اي ار بي زيه زي الادلت. لكن بس دي الفروقات، ان هو طبعا في الاطفال دايما بيقيسوا على تشارتس بالنسبه للايج والسكس والهايت، وان احنا هنقيسوا هنعتمد على المين ارتيريال بلاد بريشر والارتيري الامبيولاتري بلاد بريشر ميجرمنت، وده خلاف الادلت. طيب عشان نعمل سامري لكل الكيتيجو جايد لاينز الجديده، احنا هنقول انه بتختلف عن 2012 في انه الادوبشن اوف ستاندردايزد اوفيس ميجرمنت، هنستخدم الستاندردايزد اوفيس بلاد ميجرمنت، وده واخد كاتيجوري 1B، وهنبتدي ناخد لور تارجت سيستول بلاد بريشر يكون ليس ذان 120. طبعا لان كل معظم الترايلز اللي اتعملت على يا اما الستاندردايزد ال 140 يا اما يكون الانتنسيف كنترول هو ال 120، ومعظمها معموله على الستاندردايزد اوفيس، وبالتالي احنا هنعتمد الاثنين دول. طبعا احنا لو مش هنستخدم الستاندردايزد اوفيس وهنستخدم الروتيني، يبقى الكلام ده نوت ابلايد، لان هنعمل اوفر تريتمنت، وبالتالي ممكن البيشنت يخش في هايبوتنشن و اذر هازاردز كومبليكيشنز. الحاجه الثالثه انه استخدم ذا سيم سيستوليك بلاد بريشر تارجت ريسبكتيف للالبومنوريا او اذا كان في دايابيتس او اولدر ايج. قبل كده كان بيحط ده في اعتباره، لكن دلوقتي قال لك كلهم هيعتمدوا ان السيستوليك بلاد بريشر هيكون ليس ذان 120. كمان الكيتو لاينز الجديده سبيسيفايد اونلي ذا سيستوليك بلاد بريشر تارجت اند نوت ذا دايستوليك بلاد بريشر. ليه؟ لان قلنا انه ما فيش ايفيدنس قوي جدا كستاديز ترايلز معموله على الكورليشن ما بين الاوت كم مع الدايستوليك بلاد بريشر. تاني حاجه انه لما قلل السيستوليك عن 120 فبالضروره ان الدايستوليك بيقل جامد، بيبقى اقل من 70، وبالتالي ما حطش هو تارجت للدايستوليك بلاد بريشر. طيب هو رجع تاني كده قال لك ان الفورست تشويس هو هنستخدم راس انهبيتورز سواء كان اي سي انهبيتورز او اي ار بي، والايفيدنس اقوى اذا كان في دايابيتس او البومنوريا بياخد 1B، واذا ما كانش في موجود بياخد 1C، لكن هيبتدي هم هيكونوا الدراج اوف تشويس في الانيشيشن. بعد كده ممكن نضيف الانتي هايبرتنسيف الثانيه اللي احنا عايزينها. طب ولكن الدول ثيرابي يستخدمهم مع بعض او مع دايركت رينال انهبيتورز، قال لك نوت ريكومندد، والنوت والريكومنديشن نوت تو يوز واخد ايه 1B.
طيب لكن الحاجات دي طبعا احنا بيبقى فيه احيانا ليميتيشن، مش لازم كل الناس دول ان احنا نقول لازم يبقى السيستوليك بلاد بريشر اقل من 120. لو مثلا ناس عندهم مثلا ليميتد لايف اكسبكتنسي مثلا، فمش لازم يبقى ستريكت قوي كده، ممكن يبقى الضغط اعلى من كده شويه. او الناس اللي عندهم مثلا اوتونوميك نيروباثي وبيخشوا في بوستشر هايبوتنشن كتير، فبرضه مش هيكون وايز ان احنا نخلي السيستوليك بلاد بريشر ليس ذان 120. طيب الحاجة التانية اللي هو النون فارماكولوجيكال تريتمنت فور هايبرتنشن السي كي دي، كان قلنا ان احنا نعمل صوديوم ريستريكشن ليس ذان 2 جرام حوالي 90 ملي مول بير داي، ونعمل فيزيكال اكتيفيتي اللي هو مودريت انتنسيتي فيزيكال اكتيفيتي، برضو الاثنين دول واخدين 2 سي. النقطه اللي بعد كده المانجمنت اوف هايبرتنشن ان رينال ترانسبلانت ريسيبينز، كان التارجت بيكون اقل من 130 80، والفيرست تشويس بيكون بيستخدم داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر زي النيفيدبين او الاملوديبين، او بنستخدم الاي ار بي، وده واخد كاتيجوري 1 سي. وميزه الاثنين دول انهم بيقللوا الجرافت لوس، لان البيشنت بيعتمد اساسا او بيهمه الكونسرن بتاعه الكواليتي اوف لايف مش الكوانتيتي، يعني يهمه الجرافت اكتر من اي حاجه تانية. بالنسبه للبلد بريشر مانجمنت في التشيلدرن بيختلف شويه عن الادلتس، احنا ما بيكونش لينا ارقام معينه تارجت معينه، لكن التارجت بيعتمد على التشارتس بالنسبه للايج والجندر والهايت، فبيقيسوا بالامبيولاتري بلاد بريشر، بيشوفوا المين ارتيريال بلاد بريشر ويكون 50th برسنتايل او اقل. ولكن الفيرست تشويس اوف انتي هايبرتنسيف بيكون زي الادلت، بنستخدم الاي سي انهيبيتورز او الاي ار بي. كده اكون انا خلصت محاضره النهارده، وشكرا لكم.